أخي، على الأغلب ما رح أنفت. شو هالحكي قد؟ ها؟ هاي النهاية. ما تخيلت إني رح أستشهد هيك. سكوت، بكفي. لا تخليني أضربك يا غير. أنت ما بتتذكر؟ أنا مو قلت ممنوع حدا بالفريق يستشهد قبلي، فهمت؟ اسمع يا روحي، يا بطل، أنت لسه بدك تتزوج يا أخي، وراح يصير عندك أولاد. اسمع، وعدني، إذا أجاك ولد لازم تسميه مجاهد، وإلا رح أزعل منك وما بسامحك بكل حياتي. شو رح يصير فيها لما استشهد؟ سكوت، سكوت، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ نحن رح نطلع من هون بالسلامة. ولا أمي قلبها ما رح يتحمل هالخبر. أمي وسو بيكونوا قاعدين هلأ مع بعضهم عم يتسلوا ويضحكوا، كل شي طبيعي. طلعي، غرفة الأطفال هي بتاخد العقل وخصوصا الأزرق. أمي، اللون الأزرق للصبيان مو للبنات، شو عرفك إني رح جيب صبي؟ إذا جبتوا 4 أو 5 بالتأكيد رح يكون في صبي. 5؟ إيه. لا تكوني عم تفكري نفتح روضة. إيه والله مو غلط. وفجأة بيرن جرس البيت، بتقوم سولة تفتح، وطبعاً ما كانت بتتوقع انه رح يكون في ضابط ورا الباب. بالاول ما بتفهم شو القصة، بس قلبها بيحسها. بتخاف وما بتفتح الباب. مين اجا بنتي؟ لا. لا. ليش ما عم تفتحي الباب؟ شو القصة؟ لا. 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 لا تخليني ابكي. لك تضرب انت وتخيلاتك الفاضيه. نحن رح نتجاوز هالمحنه بخير وسلامه. اخي، مو بيسموا المدارس باسماء الشهداء؟ لو يحطوا عباره تحت اسمي. شو عم تقول؟ شو خطر على بالك هالشي هلا؟ انا بحب عبارة ذهبت أرواحهم فوق الأمواج. شو رأيك أخي؟ سكوت يا غر، بكفي. جاي عبالي أضربك وكسرك تكسير. عم قلك رح نطلع من هون، أنت شو عم تحكي؟ تحمل كمان يا بطل، تحمل يا أخي. هوب هوب يا غر، ممنوع تنام. يلا طلع فيني لشوف أخي. افتح عيونك، والله ما بسامحك اذا بتروح وبتتركني. رح نتجاوز هالمحنه مع بعض، فهمت؟ لا تنام يا اخي، لا تتركني. ايه لا، انا بردان يا اخي، عم برجف. طيب اسمع، انا رح احكي لك شو يلي رح يصير بالمستقبل. ايه اسمعني، لا ما بصير هيك يا ابني. لحظه شوي، اسمعوا، لازم تتخبى وما تبين راسك، ماشي؟ تخبى. مجاهد 2، ما بصير انك تضل بالنص، تمام؟ انتبه، يلا. تمام. مجاهد 3، ليش لساتك واقف؟ اتخبى بسرعه، يلا بسرعه، انزلوا يلا. فضل الله، اترك هاللعب مع الاولاد وتعال ساعدني شوي، ساوي اكل لبنتنا على القليله. ماشي حبيبتي، جايه. يلا مجاهد 2، اتخبى بسرعه.
تعالوا نهجم على بابا. تعالوا لهون يا أبطال. تعالوا تعالوا تعالوا. يلا يا روحي يا مجاهدين، عصبت أمكم. دخيلك يا ربي، رح جن من كتر ما عم اسمع اسم مجاهد بهالبيت. فهمنا انك سميت اول ولد مجاهد. شو هي مجاهد اثنين ومجاهد ثلاثة؟ ليش متضايقة يا ورتي؟ شو في ما احلاهم؟ فهمنا انك سميت الاولاد مجاهد، بس شو ذنب هالبنت تسميها مجاهدة؟ يا روحي، مثل ما في مجاهد كمان في مجاهدة بالحرب، مزبوط؟ انت رح تخليني جن. مرحبا يا مرت اخي. لا يا ربي، بكفي. يسلموا لي اولاد اخي المجاهدين. يلا تعالوا لعندي يا ابطال. يلا اركضوا لعند عمكم. ما شاء الله مجاهد. عليكم عمو. يسلموا لقلبي. تعال عمو مجاهد. تعال تعال تعال. اوه هيك رح يصير بعدين، على فرض انك استشهدت انت هون، برايك انا كيف رح اقدر اطلع؟ يعني نحن الاثنين رح نستشهد بهالمكان. أخي معقول ما يدوروا علينا؟ أنت شو مفكر يا فضل الله؟ شو هالحكي؟ معقول نحن ما قلنا إيمان ليتركونا هيك؟ تحمل كمان يا بطل، أصحك تستسلم يا أخي. يا أخي تحمل إيه؟ أخي أخي ليش بلبوك بالمجنون؟ يلا حكي لي. لأني مجنون، بركض أول واحد على الموت. تحمل يا بابا، اصحى تستسلم، رح نطلع له. بتذكر كان عمري 10 سنين وقتها كنا بطرابزون. أرجيلي وجودالي والأسطورة هي ألقاب أبطال ترابزون. أنت بالتأكيد ما سمعت بأسمائه، بس أنا بعرف. بس اثنين ثلاثة أبطال، وحتى كانوا دائما يحاربوا بكل شجاعة وقوة. شو اللي عم تحكي يا أخي؟ شو بيعرفني؟ عم بحكي أي كلام بس مشان ما تنام. أخي أنا بدي نام. أوك أوك يا أخر، لا تغمض عيونك، ممنوع النوم. ما ضل عندي أي قول أتحمل. لسه فيك تتحمل. أنت عسكر يا أخر، يعني مثل ما تعودنا، حتى لو إجا الليل رح يجي الصبح ونولد من جديد بإذن الله. أخي إيه يا أخي إيه. أنا بتشكرك، منيح أنك موجود. اسكت خلاص، أنا ما بحب المشاعر العاطفية، أنا حساس فورا ببكي. مجاهد إيه يا أخي، شو صار معك بيمينك إيشان؟ ماشي رح أحكي لك شو صار معي يمينك. ماشي، تعرف إنه المرحوم أبي كان شرطي؟ بابا كان جاي ياخذني من عملية ضد الإرهابيين. بيوم من الأيام أخذني على مدينة الألعاب بكيشان. طبعاً الإرهابيين كانوا كتير عم يبعثوا له تهديدات، بس ما كان يخلينا نلاحظ هالشي، لحتى سمعته مرة عم يتخانق مع حدا على التليفون. بابا كان شاطر بالقنص وما بيضيع ولا هدف، حتى صدقني أخونا الصياد ما بيطلع له معه ابنه.
ولما كنا بمدينة الألعاب وأنا مبسوط كتير، في اثنين قربوا من اليمين واليسار باتجاهنا. قلت لك إنهم كانوا عم يبعثوا له تهديدات، وكتير توعدوا له إنهم رح يقتلوه. وقتها بابا انتبه عليهم وفورا سحب سلاحه من على خصره وقوص أول واحد. بس المجرم التاني الغدار صابه بظهره وقع قدامي، ناديت له وصرت ابكي كتير وقلت له بترجاك لا تتركني، بس تركته وهيك استشهدني. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحم كل شهدائنا. أخي ماشي، بس ليش بتحب كيشان؟ نحن دفننا أبي بكيشان، هيك وصيته، دفناهني، رحنا عجنا بترابزون وكيشان بعيدة، وبعدين لما أنا اتطوعت بالجيش علقت صور كيشان بكل مكان مشان ما أنسى أبي. حتى أحياناً كانوا يلقبوني كيشان لي مو بس المجنون. بعدين شو الفرق بين ترابزون ومدينة كيشان؟ كلياتهم بلدنا، ونحن نحن مهمتنا نحمي هذا البلد. فضل الله اطلع فيني يا أخي، يلا افتح عيونك فضل الله يا غر. طول الوقت أنا عم أحكي لك هالقصص مشان ما تنام، فهمت؟ يلا رد علي يا غر وإلا بضربك إذا بتنام هلا. يلا افتح عيونك وخليك معي، ما فيني ضل هون بدونك، بترجاك تحمل. إيه يا غر لا تنام يا بطل، ممنوع تنام مفهوم يا غر؟ يلا افتح عيونك، نحن رح نطلع من هون، لا تستسلم يا بطل، رح يجوا ينقذونا يا أخي. أنا بترجاك خليك معي يا غر، مشان الله لا تنام يا غر. شبك ليش ما عم ترد علي؟ ها ما عم تسمعني يا أخي؟ يلا افتح عيونك لا تساوي هيك، رح نطلع من هالمكان. Oh.
شو هذا اللي عم تساوي؟ فضل الله اصحى ارجع لوعيك يا اخي. يا غر يلا قوم خليك معي، احكي لي شو عم يصير معك، احكي اي شيء بترجعك. يلا افتح عيونك وتطلع فيني يا غر. فضل الله راح نطلع من هالمكان هاد، لا تشغل بالك، تحمل شوي يا بطل. صاير اشتباك بهالمكان، هنن كانوا هون، معنا دخلنا ندور عليهم. انتبهوا منيح يا رجال ولا تطلعوا ولا اي صوت. رح نمشط كل المكان، تحركوا. سيدي في كتير بيوت مهدمة هون، بدنا كتير وقت لحتى نقدر نلاقيهم. لو اضطرينا ندور طول عمرنا ما منترك أي حدا من إخواتنا ورانا، عم تفهم علي؟ تحت أمرك سيدي. دوروا بكل هدوء، تحركوا يلا. أغر ما بصير تستسلم هيك، يلا يا بطل تعال قوم. شو في فضل الله؟ قول يا بطل، يلا قول. سو أهلي بأمانتك. شبك؟ ليش أنت لوين بدك تروح؟ رح نطلع من هون وأنت رح تتعافى أخي، إيه لا تستسلم. تعرف لو كنت أخي الحقيقي ما كنت حبيتك لهالدرجة. طبعا بعرف يا أخي، وأنا بحبك كتير. إيه وصيتي، خبر أمي إنه ما تبكي. أخي يا غر، يا غر يلا افتح عيونك. فضل الله فضل الله يا غر.